مشاهدينا الكرام، لمزيد من التحليل والمتابعة لزيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر، معنا ومع حضراتكم هاتفيا أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذ أكرم. يعني زيارة لها أبعاد وأوجه وزوايا مختلفة، سياسيا واقتصاديا وعلى مستوى الشراكات والالتزام بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المختلفة. إذا ما قراءتك لهذه الزيارة في توقيتها وأجندتها؟ زيارة مهمة جدا ومرتبطة بالخطة الجاية المصرية وبجولات الرئيس سواء في تلك أو في أذربيجان وأرمينيا، ثم لقاءاته مع الأطراف المختلفة ويعني اتجاهات مصر في توسيع الشراكة والتعاون وفتح مجالات مختلفة والتعامل مع كافة الأطراف الدولية. ودي جزئين، اولا جزء التعاون الثنائي فيما يتعلق بتنميه التجاره وزياده الميزان التجاري بين البلدين وانه ده يستحق، ومجالات التشارك في الصناعه في الزراعه في تعاون مختلف في السياحه، واظن انه ده كان ظاهر في المباحثات وفي المؤتمر الصحفي، وانه كمان الجزء الاخر هو الجزء المتعلق بالقصه الاقليميه والدوليه، وكرواتيا اعترف في الاتحاد الاوروبي وفي منطقه اليورو، وطبعا بيبقى مهم اطلاع دول مختلفه على جهود مصر في القضايا الاقليميه والدوليه وحشد الجهود في دفع المسارات السياسيه ودعم التعاون الدولي ومواجهه التحديات والازمات وانعكاسات الازمه العالميه فيما يتعلق بالحرب، يعني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. كل دي يعني قضايا مختلفة بتتضمن مزيد من مذكرات التفاهم من لجان مختلفة من اهتمام، والرئيس الكرواتي الحقيقة يعني أكد اهتمام كرواتيا بالعلاقة مع مصر، وأن يكون طرف في يعني الاتحاد الأوروبي وتضامن مع مصر في قضية سد النهضة وقضية المياه، واعتقد انه كمان يعني جزء مهم من مجالات الطاقه، مصر كمنطقه شرق المتوسط والمنتدى لمقر مصر، والسعي لتوطين صناعه هيدروجين اخضر وقطاعات الطاقه المتجدده، ومثل هذه الامور بتمثل فرص استثماريه متبادله وفرص للتعاون وتبادل الخبرات بجانب القضايا الاقليميه والدوليه بالتاكيد، ويعني مناطق صناعيه باتفاقيات تجاره مختلفه، يعني فتح اسواق عربيه بشكل تفضيلي لكرواتيا في الاسواق العربيه، ومصر كجسر بين العالم وافريقيا وبين افريقيا الدول العربيه والعالم والمتوسط. كل دي تفاصيل مهمه جدا بتؤكد اهميه هذه الزياره. نعم، تفاصيل كثيرة جاءت على لسان السيد عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي ونظيره الكرواتي. إذا ما قيمنا هذه الشراكات وهذه العلاقة التاريخية الممتدة سياسيا واقتصاديا بين مصر وكرواتيا، إلى أي مدى هذه الزيارة يمكن أن تنشط هذه العلاقات على سبيل العلاقات الثنائية بين الدولتين وبشكل أوسع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظرف دولي صعب يرمي بظلاله على الاقتصادات العالمية، وهنا أعني بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية؟ كيف يمكن استثمار هذه الزيارة وهذه العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكرواتيا؟ لا، بالتاكيد في ظل هذه الظروف والانعكاسات الدوليه للحرب الروسيه الاوكرانيه والازمه الاقتصاديه العالميه، في بالتاكيد سياقات للتعاون، سياقات لتبادل وجهات النظر، محاولات لدعم مسارات سياسيه او تدخل لوقف هذه الحرب، واعتقد مصر دائما بتدعو الى وقف هذه الحرب باعتبار تاثيراتها الخطيره على دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي. التعاون وفتح مسارات مختلفة وبدائل مختلفة للتعاون الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي، أعتقد دائما هناك مسارات بديلة، فكرة البحث عن طرق ومسارات للتعاون والشراكة وفتح مجالات رفع الموازين التجارية مع الدول المختلفة، كل دي
سياقات يمكن التعامل معها وتدي زخم واهميه، وجزء من سياسه مصر الخارجيه على مدى سنوات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تمتد الى كافه يعني الى كافه دول اوروبا، وسط اوروبا، جنوب وشرق وغرب اوروبا، دول البلطيق، دول اوراسيا، الهند، اسيا، اليابان. فكرواتيا اعتقد جزء من كانت من الاتحاد الاوزباكي زي ما احنا عارفين، في صربيا، في البوسنه، واعتقد مصر مرتبطه مع كل الاطراف الدوليه بشكل كبير، وكرواتيا ممكن ودول وسط اوروبا وغيره ابواب في الاتحاد الاوروبي. اعتقد ان علاقه مصر باوروبا بشكل عام ودوله بشكل فردي مختلفه وبتتسع وهناك ثقه دوليه واقليميه في الدولة المصرية وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبار مصر دائما جسر وتسعى دائما لدعم مسارات سياسية ووقف الصراعات وتقليلها ووقف التدخل في شؤون الدول، كل دي بيمنح مصر ثقة وقدرة على بناء علاقات مثمرة أولا لكافة الأطراف ولأطرافها وللدولة المصرية أيضا. نعم أستاذ أكرم القصص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أشكرك جزيل الشكر.